صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأذى في اللهم وكما بلغ عن آبائه مستودعا من أمرك ونهيه وحمل على المحبة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه رب فصل على أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاع ونصح لعباده إنك غفور رحيم.